لا تستطيع أن تقتلع الإسلام من هذه الأرض أبدا، أينما تكون، أمير، رئيس انقلاب، سميه ما شئت، لن يقوى على اقتلاع الإسلام من التربة المنطقة، لن. وأنا أعطيك إياها بلن بقوة. شوف عبد الناصر سوى بالأخوان من سنة 54 إلى أن هلك عبد الناصر سنة 70، الأخوان تابو في القاهرة، من يهلك من يطلعوا الأخوان، من يدوا يديد وانتعشوا